معي عبر الهاتف من دبي دكتور عبد الخالق عبد الله أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإمارات. عامة كيف تنظر، كيف تقرأ هذا الموضوع من خلال الكشف عن كل هذه الأفراد وموضوع سبيعي بشكل عام، بداية قراءة قبل أن نفند تفاصيلها؟ القراءة واضحة جدا أنه هذه الدول قد وصلت إلى قناعة أنه لا يجوز بعد الآن تحمل وجود إرهابيين أشخاص كانوا أو كيانات في أي دولة من دول مجلس التعاون، لا يجوز قطعا وبشكل نهائي، وينبغي أن يكون هذا واضحا للجميع، وعلى قطر أن تفهم أن هذه الدول الأربعة ومعها المجتمع الدولي كذلك أمريكا وأوروبا أنها لم تعد تستسيغ وجود أفراد وكيانات يعملون على أي أرض بشكل مكشوف في دعم وتمويل الإرهاب. فيعني هذا واضح أننا قد بلغنا إلى هذا المستوى، وكل من يعني يقوم بإيواءهم ودعمهم عليه أن يتحمل مسؤوليته بالكامل. نعم، لا عودة إلى الوراء. هل وصلنا إلى هذه المرحلة دكتور عبد الخالق؟ يعني ما زال يحكى، يتم التركيز على الشق الاقتصادي، أيضا يحكى دائما على الانعكاسات الخطيرة التي ستترتب على الدوحة وعلى عناد الدوحة كما يوصف اليوم. وصلنا يعني إلى مرحلة يعني أعتقد يعني الإجراءات اللي اتخذت قاسية، الإجراءات اللي اتخذت أبلغت الرسالة بما فيه الكفاية لقادة قطر، ويعني إذا كابروا أكثر من ذلك هناك أتوقع المزيد من مثل هذه الإجراءات، ولا أستثني شيئا مما يخطر في بالك وفي بالي الآن. هل ممكن أن نتحدث عنها ولو باختصار، يعني إلى أين ممكن أن يصل هذا الموضوع دكتور عبد الخالق؟ واضح أننا أصبحنا مثل في حالة حرب مع الإرهاب، وكل من يدعم الإرهاب ويستضيف الإرهاب والإرهابيين فهو في حالة حرب. يعني هذه بالاختصار الموجز، هذه الدول الأربعة السعودية الإمارات البحرين ومصر قد أعلنت الحرب على الإرهاب كاملا وبشكل تدريجي، وكل من يرعى ويدفع فيصبح حاليا في حالة حرب، ونحن دون إعلان حالة حرب نحن في مثل هذه الحرب مع الإرهاب. وهناك دعم أمريكي، الرئيس ترامب كان واضحا في قمة الرياض أنهم أخرجوهم من مساجدكم من بيوتكم من أوطانكم، كانت هذه دعوة الرئيس الأمريكي التي أيضا ساند هذه الإجراءات. اليوم قطر كالغريق تحاول أن تتشبث بكل قشة كانت إيرانية ولا تركية، وهذه لن تنفعها. أنا أشكرك جزيلا من دبي دكتور عبد الخالق عبد الله أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإمارات.